شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. أيها الإخوة والأخوات، روى الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. أيها الإخوة المسلمون، العلماء ورثة الأنبياء، وهم صفوة أولياء الله تعالى، بهم يقتدي الناس ويهتدون بسببهم من الضلال، ويفرقون بين الحلال والحرام، ويدلون الناس على الخير. رفع الله تعالى شأنهم وأوجب طاعتهم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أوجب الله تبارك وتعالى طاعتهم، فقال سبحانه جل في علا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر فسره العلماء، فسر أهل العلم العلماء والأمراء، فضلهم على الناس كفضل القمر ليلة البدر تماما على سائر النجوم والكواكب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول: ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدي لمن استهدى أدلاء، وكل امرئ ما يحسنه، وأهل والجاهلون لأهل العلم أعداء. أيها الإخوة المسلمون، إذا علم أن هذا هي منزلة أهل العلم، فموت أهل العلم ونقصانهم هي أكبر وأشد ابتلاء على الأمة، فبموتهم يموت العلم. فإذا ذهب العالم، وإذا مات العالم ذهب معه العلم، وتصدر الرويبضة وتكلم
الرجل التافه في الحلال والحرام ويفتي الناس بغير علم فشاع الجهل والبدع والخرافات. ولذلك أيها الإخوة والمسلمون أخوة المسلمون يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا ذهب علماؤكم وقل فقهاؤكم لبستم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير حتى تصير السنة إذا ترك قال الناس ترك الحق. فإذا ذهب أهل العلم ذهب معهم العلم فأصبح الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة فيختلط الحق بالباطل. ولذلك أيها الإخوة المسلمون الإسلام المصطفى باق ما بقي العلماء. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عن العلم حياة الإسلام وعماد الدين. وتلا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فقال رضي الله تعالى عنه نقصان الأرض نقص الأرض من أطرافها موت العلماء والفقهاء وإذا مات العلماء ضاع دين الناس. وصدق والله صدق عبد الله بن مسعود. ولهذا كان علي بن المديني شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان يقول لولا رجلين بعد محمد صلى الله عليه وسلم لضاع دين الناس الصديق يوم الردة والإمام أحمد يوم الفتنة أي يوم فتنة خلق القرآن. العلماء الربانيون هداة يعملون عمل الأنبياء ويهدون الناس إلى الصراط المستقيم والعلماء ورثة الأنبياء كما وضح ذلك النبي عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وروى الإمام مسلم في صحيحه وغيره من حديث أبي بردة عن أبيه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فقلنا لو جلسنا نصلي معه حتى نصلي معه العشاء فجلسنا فأتى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما زلتم هاهنا؟ قال قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب فجلسنا حتى نصلي معك العشاء فقال صلى الله عليه وآله وسلم أحسنتم أو أصبتم. ثم رفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء بأبي وهو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهب النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. أيها الإخوة المسلمون يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول كما أخرجه الإمام الدارمي كانوا يقولون موت العلماء ثلمة
لا يسده شيء ما اختلف الليل والنهار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة المسلمون، نبينا صلوات ربي وسلام عليه حكسوا حديث صحيح أهل البخاري ومسلم بأي وريين، حديث عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما، وحو نبي يري إلهي عز وجل علمك كمو كريالي إن علمك كسار ضدك قلوب تود وقفك عالمك أها علمك سيد وجه وقلبك سيد لكسار مايو، لكن إلهي علمك وحو كقبضانيا وعلمك كتغيا إنه عالمك علمك حنباسنات انتو علمك لم انتو أنت هاسنا وحي كم تهي من علامات قرب الساعة ضدك أهل العلم إنه أوصله وأي قيرد وضبطته. كذبنا نبي وحي عليه الصلاة والسلام وحصوها ريو وكلي علماء مكي اللوايو ضد جهلاء وضدك أبستاغو بوسك علماء ضدك أي ويديان علم الآن وجوابه يلون اللومات ضدك اللومية علماء سيدا عركة حديقه سلوغوها نونو لوغو افتين سادا دولك قفك اللوم أغوط المان سادا الدنيا دا سيدا سبيكويهين هنونك أمد أيها إلهي أم هنونك أم أهيهم بوسك أنبياء أيها فضيان الله عز وجل يا خلقه سيئون هيان حرامت يا حراسي كالعدين يا دين كي دفاعيا وكإلى لنا يا وحر القدر يا باطل كي كالدفاعيا إلهي عز وجل شأني قولي أهنك وذكرب أقاضي إله الله عز وجل أمر خاتقة شري ملائكتي سكدي توحيد كالله إنه واحد يا علماني إله من خاتقه قبصري شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم بالغول بي ملائكتي لغول بي إله إنه من خاتقه قبصري قائما بالقصر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وحنا عليه الصلاة والسلام عالمك قفك يا عابدك انت اي سجراني كالفضل بنيه وحا ويويري انت الضيحة او افري تبنادا وكان نور يا افتين ويا يحدقها اي ادتك كالعباد علماء الوجه يا علماء السجران علماء قيردوا وحا لانت علمك لانت. ولذلك أيا وحا ويمكع علماء بقدمته وحا سيدان تلماني ضدك أصوها ريون إني كان لغيسان وحا الرويبضة ضدك ليتي دين يأدون من ألوها ليني إني فضوان أيام يعني إني فضوان أيام ضدك دينو شيء أيام عقيدتي كهالليان قرآنك كهالليان حديثك طور أيام هكذا يلو ولي علماء فضل إلهي قال كم إذا إنهم نوشوا نوشوا اكتب أيها واحد غريتين ما انت دعيان حد مودا مكة ضيط إنتان علماء قلوا وايو سيدا تبتل أيها واحد ويان علماء قيل إيه واحد تهي أول نقوتي ما هذه منزلة إلهي وقيل مصيبة ومضر وأصيبة مدعوين مصيبة ابتلاء
ومدى كل عدم الأمور من نقطة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيا روح أخري مال قوله تعالى آية سورة الرعد قدرتي أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ورمياني أركي إن الأرض لأو إيمانين أو أن جيسه كسو نقصامين إن مربع دلك قيب لسو نقصامين يمياني أركي مركاسة وحولي هي دلك إن لقصو نقصامي حليرها دا آيد الشيء يساي وحاوي علم ماذا إيادتك فقهدأه جيردو دويني لأن هذه دولك أنا عالم شوقي عد أنتي حقها هاي هنونك يا هدي النبي عليه الصلاة والسلام يا سنة السلف ك يا طريق ودي هاي سأنا يشرين هدو يلقى من ملك كل ولا شيء هذا وحماة شدا درت أي روح أبو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ما إن ما كم يروح الصوغ علي مساجد وحبويني نمنك وحاءه حلقوين أفضية سجل رفتي أبو موسى الأشعري بأركي مركو أركي ووحو أركي ساجد في صلاة بي سوغيان حلقوين بي حلتين بقى حيا قرور حيقاتين حلقة والبنين بأمير يا أريكا مركاسة وحولي هاي كبروا تكبير سدى الله أكبر الله أكبر الله أكبر ساسي وحسي دايب هللوا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله سبحوا حمدوا ويا ربي يعني عبد الله الصحابي وموسى صحابة الرسول يو ولا أجلاء ولا علماء أي هذا تخصصات سيل هاي وكل عواي وح خير أنا وأرمه ذين وتصبيح يتحميد يا لا إله إلا الله ولا منك أخنا يعني هذا نوعا وحقو أركي أو دقن كي نبي يا أصحابتي وكسو قاري معه وبحيو قولي يا عبد الله بن مسعود بقالي إلين كي سيبو استاقي إذا أصحابتي سيقاق كمدا يسويش مركو صواب بحيو وحيري أبا عبد الرحبانو وحن كوان في مسايدة في وحن لي هاري هذا ركتين نما نوع عصاناكي مركاسة وحولي أو محيك أولان موهي ديسي وحي لي حسنات كيف ما ترسلين هاي وحي حاول لي ويلي ويلي سيئات كي نتريا يدنوب تيدين كدع علي حسنات كي نعنانو إذين كرلو من أنا إذين بغن علي كذب المساج كويمي وصوله استاغي ومحي قويمي كليه وحي لي غرور حسن كتر سنين أمارة في تصبيح اليوم وهكذا بكاسة وحي وكيولي الله ما قد أرتيب حائلين كهلاك جينا كدوالي رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم وليو حاوه يدكيسي وكبنتي مباليوبين ويرسيسي وليل مجتبين ويالان مكاسا سيدان دينتي أفس هاجني سميع إلهي بانكو دارتي يا أما ألينكا هي طريق طريق النبي كسحسن أما وحاوه يشربا اللتي مادين مكاسا لأن والله ما أردنا إلا الخير وحن خير إيمان الدوني وحكويري وكم من مريد للخير لا يوفق بدلا من خير دوني يولا وافتيني إمان كأيقاها عليهم انتو دي بغني انتو دي بغني يوم النهروان ما ننكي علي وخواريت الذي ريني إمان كي كسور ديوضو صحابة الليل هي أحي هذا مركع علماء ولا ليال توقي ومضع علماء أنا يكون حرني أما علماء ماشي أي كبهدو وحاولك عميمة يا فسهال يا خير ضر يا جهلي يا بدعة وحان علماء ويوصوا قاتل خير شاهي دليل كأقودو نمانك خوارشتها نمانا دعا قادة بضن أو آدو حماسة بضن أو إسلام كأقير رئيسا أو حاولي مارك تقبلها مسلمات كدفاعي أو عبادة دو وحلم من أنا اللي أرقي سلاة الليل تودي قرآن أخرين تودي هاي لكن حقير لو قيمت علم الآن باللغين أصحاب رسول الله أوتشوه بنتي دين عبحين أيها وحيدها وحاوية أنها تسكفلا ولذلك عبد الله بن عباس مركو هتغي أو لدودي
سؤالي وهر ريو ويدي وحي أهي ورما إذن كتيرا قف كاملة أصحاب الرسول مهاجرين أنصار يا كاملة إذن كتيرا سيديد كن طبان كن وي بمعنى علماء من كتير تاوي لأصحاب رسول الله وعلماء لي رسول كلاه أرداديزي مايا هل حبكم مجدين هل أصحاب الرسول كان كذب نعركو دي محوق دماري وحوق دماري إني أصحاب رسول الله لا يعني ويدلان وقالوا الضوحان وهوان كي قار المهك سوددان وعلي رضي الله عنه أي دلان ودل كيس إلهي قد وادان علماء ولا ليال قيري دودو ومصيبة مصيبة ومضى كل عدو مدى أبوين سيدا دلت يدوح لي حسن البصري قيري عالمكم هل عالما مكو أمضى كبخو وحو يدي وحا أمضى كبنا نادي يعني مارتي ضرور قيب دن أو ضروشو أو وح أودي كرائي سنشرين إلى قيام الساعة عالمك علمي يسيئو لتغي وح بدلي مجران ولذلك أيها الأخوة المسلمين وعالمك يعني وحوي العلامة فقيه المحدث والمفسر الشيخ شريف عبد النور شريف حسن شريف آدم المقبول عليه رحمة الله تعالى علماء أمضى الصومالية المانتع علماء أجهبته بدن كذا يعني إلهي سبحانه وتعالى وإسهق سبب أغدى العلمي قد إن بدن وكمل وحبري إن بدن دعوة إلهي الدينة إلهي فافي خيرك كشقي كم إذا أئمة ما أنت وحوي أئمة الدين الإسلام كأئمة الدين في هذا العصر أيوك كم إذا شريف رحمة الله تعالى عليه أنتوا نرى نرسيسي وحي أهي دعوة مروا كتب كتاب شرحيه صحيحينك يا صرنتا يا كتب الحديث يا علم الحديث وحير معها وحوي دمان وضوبي ولا غير ويا لنا ان بضم با اله سبحانه وتعالى صدق قد ان كنا نكفي الانسان فتاويذا هي وحا ويا قلبه كوهي صبح يا خلط كصبح خلطك يعني انه دفاع يعني جيش نمو هي وا هي علم هي الشجاعه اي ما تقع عن بها وها كمل اها اما تكفير كامرك يصبحين ذلك جالسين لمن ظل يراه عن علم لهين ذلك يقوه الرئي أو يستاغوا دفاعي بكاها يؤها وحن حصوص دائما كفا إلي سني وإنه إسانا كان نحن لأمته عن دلي سني سقا سناتك عجل رسنا أو أبعي كف عن من قال لا إله إلا الله إلا بحقها والكتشوه هقا علي سنينا هقا علي نينا قف لا إله إلا الله يري دمي والبح كتشلو إلا بحقها يعني واحد نقطتين فصلي يلو معرفة ذاتك يوالا لي لا يسكن حيا عين ومطبلا في النولي إلهي سبحانه وتعالى إنه سبق وقدي وحق هو عدي وحوها نن أمضى دن أي ذلك ته وحلا حسوستا إنتو تري نيروبي يلو وحى ويا علماء الصوفية ذا يقولون كالإسكسر هرجودان إنه لبني قلوبه إنتو مساجد كوديتين لبني قلوبه يفوق العين ومد والبطاضبات ومحاضرات وي محاضرات علمية يا وحى وي إلهي سبحانه وتعالى قفك هدو حكمتكم ما نيستو ومد وضنبو قنعنك ككسو هرشيدو حتى لدك قوة أيو كنسان كلام علمي مكا أيو قول انتي شري أيانا مالك تي صلاة العشاء لقلتو كلي حرمك الحرم المكي مجالد بركيسان إن مكا halkaas ayaa lagu sagootiyay caalim weyn oo ummadan yaani ka tagay oo waxa weeye ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu kaana ma ogeeyo cidmaanta badiilkiisa noqota aanay jirin ilaahay waxa naga baraya tabaaraka wa ta'ala inuu ilaahay una xariisto jannadii firdawsan ilaahay uu geeyo ilaahayna tabaaraka wa ta'ala uu ka yeero maca nabiyina washuhadaa'i wassaalihiin wa xasuna ulaa'ika rafiiqan ومضى الى الله تبارك وتعالى وكسيه يعني بدل الخير قبه
كل ذلك ولا لي الوحي دليل أتهي إن علمك شرعي على مدة داله إنت أنا تجين ودون كونك تجين علم هذا الوحر ناله دارها وقتك فتنة ووحا ويان أفكارت آلك أفرها بغن لإيبين أيوه لسوق بين أيوه قفكو سيدين تيسا راسمالك يقبت بادو إنو علم هذا ربانيين تان وكوحر ناله علمك وضعي توجيه هذا وهذه الجرآن كفقاني سوء قبت بادو شرطة يفتنت شهوات في شبهات كبه صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه حيث قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وآمنهم في أوطانهم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا والدا إلا رحمته ولا ولدا إلا أصلحته ولا مبتلى إلا عافيته برحمتك يا أرحم الراحمين. أقم الصلاة.